اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوة المحق والمبطل في امر الامامة من كتاب الكافي الشريف وحديثنا في هذه الحلقه هو الحديث السادس من أحاديث هذا الباب عن الكلبي النسابه وهو محمد ابن السائب الكلبي قال دخلت المدينه ولست اعرف شيئا من هذا الامر فاتيت المسجد فاذا جماعه من قريش فقلت اخبروني عن عالم اهل هذا البيت فقالوا عبد الله ابن الحسن فاتيت منزله فاستاذنت فخرج الي رجل ظننت انه غلام له فقلت له استاذن لي على مولاك فدخل ثم خرج فقال لي ادخل فدخلت فإذا أنا بشيخ معتكف شديد الاجتهاد فسلمت عليه فقال لي من أنت؟ فقلت أنا الكلبي النسابة فقال ما حاجتك؟ فقلت جئت أسألك فقال أمررت بابني محمد قلت بدأت بك فقال سل فقلت أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة، فقلت في نفسي واحدة، فقلت ما يقول الشيخ في المسح على الخفين؟ فقال قد مسح قوم صالحون ونحن أهل ونحن أهل البيت لا نمسح. فقلت في نفسي ثنتان فقلت ما تقول في أكل الجري أحلال هو أم حرام فقال حلال إلا أن أهل البيت نعافه فقلت في نفسي ثلاث فقلت فما تقول في شرب النبيذ فقال حلال إلا أن أهل البيت لا نشربه فقمت فخرجت من عنده وانا اقول هذه العصابه تكذب على اهل هذا البيت فدخلت المسجد الى اخر الحديث. قد ذكرنا فيما مضى انه في اواخر زمان بني اميه انقسم بنو هاشم الى اقسام ثلاثه. قسم منهم بقيادة إبراهيم الإمام ومن بعده أخوه السفاح ومن بعده أخوه المنصور هؤلاء شكلوا جماعة تدعو إلى ملك بني العباس وهم الذين تمكنوا من إسقاط بني أمية بمعونة اهل خراسان بقياده ابي مسلم الخراساني القسم الثاني وكان يتمثل في بعض بني الحسن ومنهم محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الامام الحسن المشتبه عليه السلام وهؤلاء أيضا طلبوا الملك وقاتلوا لكنهم انهزموا أمام بني العباس وقتلوا في زمن المنصور. القسم الثالث منهم بقيادة الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لم يطلبوا الملك مع أن الإمام الصادق كان الأوفر حظا اجتماعيا ودينيا وعلميا إلا أنه رفض الاستجابة لمطالب الثوار وأبو مسلم الخراساني وغيره كتبوا إلى الإمام الصادق في بداية الأمر ليبايعوه، لكنه رفض ذلك، ولم يخرج، وإنما انشغل بنشر العلم، وقد بينا سابقا تفصيل هذه الجماعات الثلاث. في هذه الرواية الكلبي النسابة، وكان في بداية امره لا يعرف هذا الامر، يعني لا يعرف الامام من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فجاء مستقصيا الى المدينة، لأننا نعلم ان الامام يجب ان يكون اعلم اهل زمانه فجاء الى اسن ال ابي طالب يعني اكثرهم سنا وكان هو عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن المشتبه هذا كان اسن ال ابي طالب ولعله كان اسن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو أسنة بني هاشم فكان وجههم جاء إليه وأراد أن يختبر يختبره في علمه فسأله أربعة أسئلة فأجاب بأجوبة تخالف الأجوبة الصحيحة وهنا علم الكلبي ان هذا ليس هو الامام لان الامام هو اعلم اهل زمانه ولا يخالف قول الرسول صلى الله عليه واله وقول ابائه في هذه المسائل الاربع خالف عبد الله ابن الحسن المثنى قول آبائه فعلم أنه ليس هو الإمام، وفي بداية الكلام عبد الله بن الحسن سأله هل مررت على ابن محمد؟ لأن عبد الله كان يريد أن تكون السلطة لابنه محمد، وكان يدعو إليه. أما بالنسبة إلى الكلبي محمد بن السائب الكلبي، هذا في بداية أمره كان يروي وكانوا يقبلون رواياته، العامة يقبلون رواياته، إلا أنه روى فضيلة لآل محمد عليهم الصلاة والسلام فلما روى هذه الفضيلة تركوا رواياته وهذه من المفارقات أحدهم يقول رأيتهم يعني رأيت أصحابه يروون عن الخارج وعن الناصب لكنهم في الغالب يوهنون الشيعي لا يقبلون رواياته لمجرد تشيعه طبعا هناك مجموعة من الشيعة أيضا رووا عنهم واعتبروهم من الثقات وقد جمع أسماء مجموعة منهم العلامة السيد عبد الحسين الشرف الدين عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات مئة شخص من هؤلاء الأشخاص الشيعة الذين كانوا من ثقاتهم ورووا عنهم، إلا أنه في الغالب كانوا يرفضون روايات الشيعي لأنه شيعي، مع أن الملاك عندهم الوثاقه، زين، مجرد كونه شيعياً هذا لا يعني عدم قبول روايته، لكنهم لم يكونوا يقبلون رواياته. الكلبي محمد ابن السائب يذكر في كتاب ميزان الاعتدال في ترجمة يحيى ابن يعلى المحاربي في كتاب ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 557 ماذا يقول أنه قال يعني يحيى ابن يعلى قال قيل لزائد ثلاثة لا تروي عنهم ثلاث أشخاص لا تروي عنهم فلان وفلان والكلبي بس اثنين ما عدنا الآن كلام يرتبط بهم قال وأما الكلبي وكنت أختلف إليه فسمعته يقول مرضته فنسيت ما كنت احفظ. مرضت مرض فنسيت فأتيت آل محمد صلى الله عليه واله فتفلوا في في يعني من ريقهم المبارك وضعوا في فمي فحفظت ما كنت نسيت يعني الذاكره رجعت لي يقول زائدة فتركته أو يقول يحيى فتركته تركوا روايته لأنه روى فضيلة لآل محمد وأيضا كان يروي المثالب لأنه كان تلميذا لعقيل ابن أبي طالب وعقيل كان نسابة يعرف انساب العرب وكان يعرف الخلل في تلك الانساب والمثالب فكان يجلس في مسجد الرسول ويحدث الناس بانساب بني اميه مثلا اميه لم يكن ابنا لعبد الشمس اخو هاشم وانما كان عبدا روميا تبناه عبد الشمس فهو ابن بالتبني، والعرب كانت تتبنى، وإذا تبنت شخصًا ألحقوه في النسب، فعندما تقول معاوية ابن أبي سفيان، معاوية هو صخر، أبو سفيان هو صخر، معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، وعبد مناف والد هاشم، فأمية جد بني أمية لم يكن عربيا، كان عبدا روميا، الحاقه بالنسب كان بالتبني، ولذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رسالة له إلى معاوية يقول وليس اللصيق كالصريح اللي نسب صريح ليس كاللصيق وأيضا بالنسبة إلى نفس معاوية وبالنسبة إلى آخرين من بني أمية وآخرين من كبار قريش كانت مثالب كان عقيل يذكرها والكلبي محمد ابن السائب تعلمها من عقيل فرواها فلذلك لأن فيها مطاعن لبعض كبارهم من بني أمية وغيرهم لذلك رفضوه على كل حال دخلت المدينة ولست أعرف من هذا الأمر شيئا إما من أصل التشيع لا يعرف شيئا أو الإمام من أئمة أهل البيت من هو لأن هناك من يقول هو الإمام الصادق وهناك من يقول هو عبد الله ابن الحسن أو ابنه محمد بن عبد الله ابن الحسن المثنى فذهب إلى المسجد وسأل جماعة من قريش عن عالمها أهل هذا البيت فقالوا عبد الله بن الحسن لأنه كان الأكبر والأسن والأشهر اجتماعيًا أو كما يظهر من تتمة الحديث أخفوا عليه أمر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حتى لا يرجع إلى الإمام الصادق، وفي نهاية الحديث يقول علمت أنهم حسدًا لم يرشدوني إلى الإمام الصادق، فدخل عليه السؤال الاول اذا واحد يعني ساله اسئله السؤال الاول اذا واحد قال لامراته انت طالق براس الجوزاء الجوزاء صوره فلكيه تطلق على مجموعه من النجوم ولها راسان لان يعني الانسان عندما بالليالي ينظر الى النجوم هذه النجوم مجموعات فكل مجموعه بطريقه خاصه شبهوها بشيء من الاشياء عندنا صوره الدب الاكبر توهموا ان هذه الصوره تشبه الدب صوره الدب الاصغر صوره الجوزاء صوره بنات النعش وهي جزء من الدب الاكبر او الاصغر صوره العقرب وهكذا إذا واحد يراجع علم الفلك يجد أن هذه المجموعات من النجوم كل مجموعة لها اسم مجموعة من النجوم تسمى الجوزاء الجوزاء لها رأسان كل رأس فيه ثلاثة نجوم فإذا قال له لها أنت طالق برأس الجوزاء يعني أنت طالق ثلاثاً هسه إذا قال لها أنتِ طالق عدد نجوم السماء، هسه إيش قد أقو نجوم بالسماء التي ترى بالعين المجردة في مختلف أوقات السنة، وفي مختلف بقاع الأرض، لأن هناك نجوم الذين يقطنون في الجزء الشمالي يرونها. اما الذين يقطنون في الجزء الجنوبي لا يرونها مثلا الجادي النجمه القطبيه لا يراها الذين يسكنون في القسم الجنوبي من الكره الارضيه، وهناك نجوم لا يراها الذين يسكنون في القسم الشمالي، النجوم التي ترى بالعين المجرده عشرات الالوف او اكثر، وان كان عدد النجوم لا يعد ولا يحصى لانه حسب ما يقول علماء الفلك وهم اهل الخبره في ذلك ان الكون المكتشف لحد الان تقريبا عرضه 15 مليار سنه ضوئيه ويتضمن مليارات المجرات وكل مجره تتضمن مليارات النجوم عاده فهسه شقد يصير اضرب مليارات في مليارات هذا المقدار اللي الان نحن يعني علماء الفلك متاكدون من وجوده لكن العالم هم يحتملون ان انه اوسع من ذلك هذا العالم الذي يضم مليارات المجرات اللي كل مجره تضم مليارات النجوم هذا جزء من الكون هكذا يخمنون على كل حال هسه اذا واحد قال لزوجته انت طالق بعدد نجوم السماء شنو حكمه عبد الله ابن الحسن المثنى قال انها تقع براس الجوزاء يعني تقع ثلاثا لان راس الجوزاء فيها ثلاثه نجوم والباقي وزر عليه وعقوبه. هنا الخطا في هذا الجواب في امرين، الامر الاول انه اذا واحد قال لزوجته انت طالق ثلاثا فلا يقع الطلاق ثلاثا وانما يقع طلاقا واحدا بنص القران الكريم. وأما المذاهب الأخرى غير مذهب أهل البيت الذين يقولون إن الذي يقول له لزوجته أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق ثلاث مرات والزوجة تبين عنه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كلامهم يخالف القرآن لأن القرآن في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى أن يقول سبحانه وتعالى: فإن طلقها، يعني في المرة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني الآية الصريحة أنه يطلقها مرتين، يعني مرة يقول أنت طالق، ثم بعد ذلك يقول لها أنت طالق. فإن طلقها في المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلذا حسب هذه الآية الشريفة من طلق زوجته ثلاثا يعني قال أنت طالق ثلاثا لا يقع إلا طلاق واحد وكلمة ثلاثا تكون لغوا وأول من جعل الطلاق الثلاث يقع ثلاثا هو عمر بن الخطاب وكلامه لأنه يخالف القرآن الكريم يجب أن يطرح ذلك الكلام وأن نلتزم بالقرآن على كل حال فإذا إذا قال لها أنت طالق بعدد نجوم السماء يقع طلاقا واحدا هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني قال يقع ثلاثا والباقي وزر وعقوبة عليه لماذا وزر وعقوبة عليه يعني إذا واحد قال كلام لغو ليش يقول وزر وعقوبة حتى إذا كان الحلف بالله لغوا هذا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا واحد تكلم بكلام اللغو وهذا الكلام اللغو لم يكن ينطبق عليه عنوان محرم كالغيبة والتهمة والبهتان مثلا والكذب هذا الكلام اللغو ليس محرما نعم ليس مناسبا لكنه ليس بحرام فواحد يخطئ في هذه المساله المعروف مذهب اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فيها وهي موجوده في القران الكريم والاخرون الذين يقولون بوقوع الطلاق ثلاثا بهذه الكيفيه يخالفون القران هذا شلون يكون أعلم أهل البيت فلذلك السؤال الأول عندما سأله تبين إلى أن هذا ليس الإمام لأن هاي مسألة واضحة لا يعرف جوابها أو يجيب بجواب غير صحيح زين السؤال الثاني سأل عن المسع على الخفين الخف شيء بين الحذاء وبين الجورب يعني شيء من جلد وهو يشبه الجورب لكنه اسمك من الجورب ومن الجلد، اذا شايفين مثلا خدام صحن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في ارجلهم شيء اسود هذا هو الخف هل يجوز المسح على الخف؟ انت تتوضأ لابس الخوف مثلا او لابس حذاء او لابس جورب بدال ما تمسح على رجلك تمسح على الخوف جائز او ليس بجائز؟ وطبعا ليس بجائز لان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. امسح برجلك الى الكعب. اذا واحد مسح على الخف، هذا ما مسح على رجله، وانما مسح على الخف. اذا يقول: سالته في المسح على الخفين. الله يقول: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ما قال: وامسحوا برؤوسكم واخفافكم. فالجواب انه لا يجوز المسح على الخفين لكن ماذا قال عبد الله قال قد مسح قوم صالحون ونحن اهل البيت ونحن اهل البيت هذا النص بالاختصاص ونحن اهل البيت لا نمسح شلون صالحون اذا خالفوا القران الكريم واجتهدوا اجتهادا مقابل النص تارة الاجتهاد في فهم النص شنو معنى هذا الحديث؟ شنو معنى هذه الآية؟ نحن نجتهد لا بأس، أما اجتهاد يخالف النص، الله يقول حرام فلان يأتي ويقول أنا أقول حلال، هذا اجتهاد مقابل النص وهذا لا يجوز، زين هذا الجواب الثاني الخطأ، السؤال الثالث عن أكل الجري، الجري سمك ليس له فلس، وهو من المسوخ كما ذكرناه في حلقة ماضية، فهو حرام من جهتين، من جهة أنه ليس له فلس، ومن جهة أخرى أنه من المسوخ، يعني الله سبحانه وتعالى مسخ قوما من بني إسرائيل وغيرهم على شكل هذه السمكة. كما مسخ قوما من بني اسرائيل على شكل القرده. الجواب واضح ان المعروف من مذهب اهل البيت انه حرام. ماذا كان الجواب؟ حلال الا ان اهل البيت نعافه. نعافه يعني نكرهه. زين هذا الجواب الثالث الخاطئ. فقلت فما تقول في شرب النبيذ؟ النبيذ شنو هو؟ لأن الخمر الذي يصنع المسكر نوعياً، نوع عصير، وهذا العصير يخمر إلى أن يصير خمرًا، مثل الخمر المتخذ من العنب، يعصرون العنب، وماء العنب يحولوه إلى خمر بطريقةٍ بوضع العكر فيه مثلاً، ثم في درجة حرارة مخصوصة. وبكيفيه مخصوصه يتحول الى خمر. هذا النوع من انواع الخمر اللي هو عصير بالاساس. النوع الاخر من انواع الخمر النبيذ، يعني اكو هناك بعض الفواكه وبعض النباتات لا ماء لها لكي تعصر مثل التمر او الزبيب الكشمش. فماذا يصنعون لصنع الخمر منها يأتون بماء ماء قراح ماء ويضعون هذا التمر او هذا الكشمش او هذا الزبيب في هذا الماء وأيضا يضعون العكر يعني هي المادة الخاصة وبكيفية خاصة يحولونه إلى خمر. فالخمر الذي يتخذ من العصير أو الخمر الذي هو بالأساس ماء وضع فيه فاكهة أو غير فاكهة مخصوصة زي ماكو فرق سواء كان متخذا من عصير الفاكهة أو متخذا من إلقاء فاكهة لا ماء فيها في الماء إذا صار خمر حرام إذا صار مسكر يكون حرام فما تقول في شرب النبيذ فقال حلال إلا أن أهل البيت لا نشربه إحنا ما نشربه بس حلال هذا الجواب الرابع وهو جواب خاطئ طبعا كلمة النبيذ لها إطلاقيا أو تستعمل في فردين أكو نبيذ يخمر هذا هو الحرام وأكو نبيذ لا يخمر يعني ماء المدينة كان مالح ماء آبار المدينة فحتى شوية هاي الملوحة يقللوها، كانوا يضعون في الحب، حب الماء، يضعون تميرات، فهذه التميرات تخلي شوية حلاوة في هذا الماء، هذا النوع من النبيذ لا يخمر، لأنه التمر الموضوع فيه قليل جدا، هذا حلال، النبيذ المسكر هو الحرام. حتى إذا كان يريد يجاوب بالحلية لازم كان يفصل يقول النبيذ قسمية النبيذ مسكر وهو حرام ونبيذ بهذه الكيفية لتحلية الماء فقط لكنه أجاب جواب حلال إلا أن لا أهل البيت لا نشربه فهنا الكلبي قال فخرجت من عنده وأنا أقول هذه العصابة يعني هاي المجموعة اللي في المسجد أرشدوني إلى عالم أهل البيت وقالوا إنه عبد الله ابن الحسن المثنى أنا أقول هذه العصابة تكذب على أهل هذا البيت فدخلت المسجد وإجا مرة ثانية يحقق عن واحد آخر اللي أرشدوه إلى الإمام الصادق والإمام الصادق بيّن الأجوبة الصحيحة إن شاء الله نذكر هذه في حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين